ولمزيد من التفاصيل والنقاش ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي. أستاذ خالد أهلا بك إلى هذه الفترة من التغطية، وإلى ما يشير حرص الرئيس السيسي في كل عام على إيجاد هذه المائدة الرمضانية التي تزخم وتزخر بكافة أطياف الشعب المصري بكل فئاته. اليوم كان عرسا بحق، وكانت كل فئات الشعب المصري وقواه السياسية وكل مصر كانت تفطر او تفطر مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اصر على جمع الشمل لمصر بعد ان انتصر في انتخابات حره نزيهه شهد لها العالم. جدد وعده وجدد تاكيده على التزاماته التي قطعها على نفسه بان مصر ان شاء الله تسير في مستقبل باهر الى مستقبل باهر، وجدد تعهده بتعليم جيد وصحة جيدة وتأمين شامل على الصحة ومد التنمية المستدامة إلى كل ربوع الوطن. هذا الرجل العظيم الذي رأيته الآن منذ قليل أجده صادقا في كلماته لأنه قرن الكلام بالعمل وجدد تعهده وتأكيده على أنه ملتزم بما تعهد به، ومن ثم فلقد وقع في صدورنا بالفعل كل الارتياح من هذه الكلمات التي يساندها العمل الحقيقي والجاد اللي بيصر عليه فخامة الرئيس كل رمضان انه يجمعنا ويسر الينا ويعلن بكل مكنوناته وحبه للوطن، كما انه قرر اعلان التسامح مع الجميع وافتاح الصدر وان يتحمل بعضنا بعضا، وأنه لا يمكن أن يجتمع الناس على رأي واحد وقد نختلف. هذا هو الرئيس القائد المعلم الصادق الحبيب الذي أفاض بحبه وعشقه لمصر وشعبها. نعم، كانت هذه بعض رسائل السيد الرئيس خلال كلمته للحضور لهذا الاحتفال الرمضاني السنوي. تنوع الحضور ما بين ساسة وإعلاميين وصناع قرار وبعض الرموز المجتمعية إلى جانب العديد من فئات الشعب المصري، إلى ما يشير برأيك؟ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر على أن تصل رسالته ومكنونات نفسه إلى كل المجتمع المصري، ولقد اجتمع الفلاحين والعمال والسياسيين والنقابات والفنانين، حضروا القوى السياسية كأحزاب سياسية، تحالف الأحزاب المصرية حضر، كلنا كنا حاضرين، أعضاء مجلس النواب، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بل أيضا الإخوة الفلسطينيين. نعم، كنت أود أن أسأل حضرتك عن هذا الشق، كيف نظرت للمشاركة الفلسطينية في هذه الاحتفالية؟ رسالة واضحة المعالم أن بدأت فلسطين مراسم الإفطار. أول من بدأ بالكلمة هي السيدة الفلسطينية، هي تدعى شيرين ولكنها كانت رمز لفلسطين، وهذا دليل على أن القضية الفلسطينية كما أطلق عليها فخامة الرئيس قضية القضايا، لن نتخلى عنها، نقف إلى جوار الشعب الفلسطيني إلى أن يرفع علمه على دولته المستقلة على حدود عام 1967 الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. نعم، هذه دلالة على أن مصر هي الحافظة، هي التي تساعد على عدم تصفية القضية الفلسطينية، وده كلام الفلسطينيين النهارده، إن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي هي اللي وقفت تصفية القضية الفلسطينية وحافظت على الشعب الفلسطيني، ومصر هي التي تدعم الشعب الفلسطيني. 85% من المساعدات التي تقدم ده حق وواجب علينا لتجاه الشعب الفلسطيني، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. 85% من المساعدات مصر هي اللي بتنزلها، مصر هي اللي بتحافظ على القضية الفلسطينية حفاظا حقيقيا على المكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني والحقوق العربية في مواجهة
العدو الصهيوني الهاشمي. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي.